إيه الأذكار اللي عاملها؟ هل أتصدق؟ هل مثلا أعمل أعمال أكثر خيرا تقربا إلى الله؟ يعني إيه الحاجات اللي تقبل كده يعني، وأبقى بعملها بنية إن أنا عايز أخد أكبر ثواب في الأيام دي؟ جميل، أحسنت، ربنا يحفظك ويبارك فيك. بالفعل سؤال مهم وناس كتير بتسأل عليه، أستثمر الأيام دي واغتنمها إزاي، وعاوز أكون في اليوم ده بالتحديد من عتقاء الله من النيران، عاوز أكون من المقبولين، عاوز أكون من المرحومين، عاوز أكون من الفائزين، عاوز يكون لي نصيب مع الله في اليوم ده. هزود حتة كمان، خاصة لو أنا مريض مثلا ومش قادر أصوم، أو عندي عذر ومش قادر أصوم، مسافر مثلا مسافة طويلة وربنا يعني قال لي ما ينفعش أصوم، خاصة كمان ده سنة يعني، برضو ممكن ما أصومش. جميل، أحسنتي. والله اللي نفسه يعمل حاجة، شفت حضرتك كنت بتسألي سؤال بتقول لي واحد دلوقتي نفسه يروح يحج وجي تعب أو جي حصل له ظرف وما راحش، ده يزعل؟ لا ما يزعلش. سيدنا النبي علمنا الحديث، أول حديث في صحيح البخاري كده هو، سيدنا النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حضرتك أنا نويت أذهب للحج وربنا ما قدرش، حصل عائق، حصل مرض، حصل أي شيء، فحال بيني وبين الذهاب، أخذت الثواب؟ أخذت الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثواب الحج يا فندم، أخذت ثواب الحج كامل. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر من المدينة يروح مكان اسمه تبوك، يبعد عن المدينة حوالي 1000 ميل، وكان الجو جو حر وجو صعب جدا، مش كل الناس عرفت تخرج مع سيدنا النبي، فسيدنا النبي بينه وبين المدينة 1000 ميل، يبص للجيش اللي وراه ويقول لهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. متخيل؟ ده ناس قاعدة في المدينة بس سيدنا النبي بيقول ده هم معاكم. طب إيه سيدنا النبي قال؟ حبسهم العذر. يبقى هم خدوا الثواب، أخذوا الثواب كاملا، ده كلام حضرة سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم، منعهم خارج عن الأرض. منعهم العذر، عذر بقى فقر، عذر مرض، عذر حبسهم حابس. لذلك حتى الحج وهو بيجي حج كده وهو بنوي بقول لبيك اللهم عمره مثلا متمتعا بها إلى الحج، ويقول نص سطر كده، فإن حبسني حابس فاجعل محلي حيث حبستني. قول له يا رب لو في حاجة أنا خلاص أنا نويت أهو، واجعل المحل بتاعي حيث حبستني. لذلك إنما الأعمال بالنيات، العلماء يقولوا الحديث ده تلتين الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي واحد نفسه يصوم وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في حالة الصيام، لا ده قال لنا عن الفرض كمان، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب اللي مش قادر خالص، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده فين؟ ده في الفرض. ما ظنك بالنفل؟ أنا نفسي أصوم ولكن صحتي مش قادر. لا إن شاء الله هاخد الثواب من عند ربنا وما تزعليش. طب أعمل إيه تاني بقى علشان أعوض؟ جميل قوي، يبقى أنا ابتديت يومي بالصيام، أحافظ على الصلوات في أوقاتها. جماعة وده أفضل الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى. لما تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وبرسوله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. ناس كتير يعني بتأخر الصلاة، أقول له لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فده أفضل حاجة تعملها، حافظ على الصلاة. تاني حاجة في اليوم ده أو تالت حاجة الدعاء، لأن يوم عرفة يوم دعاء، يوم تضرع، يوم ابتهال، يوم مناجاة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وهل في أدعية محددة ولا أدعي باللي في قلبي؟ جميل، أحسنتي. هل ورد عم الشيخ عن سيدنا النبي في اليوم ده دعاء؟ ورد عن سيدنا النبي دعاء، كما عند الإمام مالك في موطئه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب أقول يا سيدنا النبي وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لازم كلنا نحفظ بقى الدعاء ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده أفضل الدعاء في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واحد هيقول لي بس ده مش دعاء، ده ذكر. ده ذكر، أيوة فين الدعاء بقى؟ هقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك إن ده أفضل الكلام تقوله يوم عرفة، اللي هو طب ده ذكر يا عم الشيخ أنا عاوز بقى بعده، هقول له قول الذكر ده 100 مرة
وبعد كده ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ادعي باللي ربنا يعني بينك وبين ربنا زي ما حضرتك اشرت كده. احسن باللي ربنا يفيض عليك بيه. يعني لازم كتاب عم الشيخ او اخلي حد يدعي وانا اقول وراه اقول له افضل الدعاء اللي بخرج من القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا عاوزك تدعي ربنا من قلبك. يجي راجل بسيط لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء ويقول له يا سيدنا النبي إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. راجل بسيط ما يعرفش يعني يقول كلام منمق وعبارات جميلة. نص دعاء النبي يعني. نص الأدعية المأثورة عن سيدنا النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين. فالراجل الطيب ده يجي لسيدنا النبي ويقول له ما بعرفش أقول كلام زي اللي أنت بتقوله. وسيدنا معاذ لأنه كان بيصلي بالناس في مكان تاني وسيدنا النبي مش موجود فيه. فيقول له ما عرفش أقول الكلام الجميل المنمق والعبارات الحلوة الجميلة كده لبكي من خلالها. فسيدنا النبي يقول له طب أنت بتدعي ربنا بإيه؟ ايه الدعاء اللي انت بترفع ايديك لربنا وتقول له يا رب؟ قال اسال الله الجنه واعوذ به من النار. كلمتين بسيطين خالص اهو. يقول له سيدنا النبي لا روح وتعلم. لا. فضرب رسول الله على منكب حط ايده على كتفه كده وضحك وقال له حول كل هذا ندندن. يعني كل كلامنا حوالين الكلمتين البسطاء اللي انت قلتهم. الغايه في النهايه هي اللي هو قال عليها هو القلب. الا من اتى ده انا عاوز منك الحضور. لذلك ربنا عاوز حضور القلب في هذا اليوم. يوم ازاي عرفة يستحضر القلب في هذا ما هو خلال الدعاء خلال المناجاة. شوفي تخيل ان انت بتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بداية لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. لذلك بقول لي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تخيلي انت بتنادي الغني الحميد. انت بتنادي اللي مش محتاج لحد في اليوم ده. ربنا بقول لك انا بحبك وانت بترفع ايديك كده. تخيلي الحديث ان الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تخيل حضرة سيدنا النبي. سيدنا ابن عمر بيوصف سيدنا النبي في يوم عرفة يقول فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر عرفة عند الصخرات ورفع يديه إلى صدره كما يطعم الناس. تخيل يعني سيدنا النبي طول يوم عرفة بدع ربنا سبحانه وتعالى.